نحن جينا فكرنا عشان نجي جنوب السودان من أجل السلام في جنوب السودان. ما في أي خلفية لورا. ونحن دور جاية إن شاء الله ما رئيس السودان لو وصل في 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 جبهة أو في مال ممكن بعدها الناس يواصل في نفس المشوار السلام. هذا انتصار لإرادة شعبية من أجل السلام والاستقرار في جنوب السودان. ليس هنالك أي صفقة. إذا دل على أي شيء بيدل على أنه روح السلام والاستقرار ساعدت وسيطرت على كل أنواع الأسلحة. فالسلاح الوحيد من اليوم إلى القدام ده السلام الحقيقي والسلام الإيجابي من أجل المواطن المسكين، من أجل توفير التعليم بالنسبة للأجيال المستقبل.